كما قلنا كلام ولسان راوي بالخير. وما تنساوش، ما خصناش ننساو بان رجال المقاومه راه حاضرين معنا هنا، ولا ما كانوش هما راه حاضرين ولادهم واحفادهم اللي هما اعضاء ديال اللجنه الفنيه. ما تخافوش، راه غير ممثلين ممثلات، راه ما نقدوش نديرو الصوره تبقى الاصل، وبلاتي عاد نعيط لهم. لان مازال التكيكه ما واجداش، ومازال المزيمر غادي يزند، ومازال الكولان غادي يمشي. ولكن اجي نبداو في القصه ولا بلاش؟ ولاد البحر، بولاد البحر كنا ونا من اللي كنا صبيان. فين بانا وفين امنا؟ فين دوك الجيران؟ كلمة جرحات القلوب خلات العقول سرحانة، كتاب علينا مكسوب والدنيا علينا هربانة. هذا كلام قالوا ستة ديال الناس، ستة ديال الولاد. هاد الولاد ما قالوش بقاو، قالوه رفعوا المشعل وزادوا بيه، زادوا بيه حتو ويقلبوا وينقبوا بصوت وبلسان عالي. اجيو مادام هما حاضرين معانا وراه كيسمعونا، نهديو ليهم ديوان ديال مرمط المعاني، ياك سيدي عمان؟ مرمط المعاني نهديوه ليهم، بعدا عاد نزيدو في القرنافي ياك. تفضل السي عمان الميمون، اول نسخه، اول كما قلنا نسخه غادي تسلمها اسره او نائب عن اسره الحاج احمد مشكور. اول نسخه من ديوان مرمط المعاني اسره المقاوم الحاج احمد بن شقرون. فليتفضل احد افراد الاسره مشكور. عسي جمال عبد المرزوقي حول الديوان. السلام عليكم. هذا مجهود بكل صراحة كان ينبغي أن يخرج إلى حيز الوجود
منذ زمان، ولكن شاءت الظروف أن سائر سعد الميمون وأن نحرص على أن يخرج الديوان. علا الميمون فنان متعدد المواهب، لأنه ينتمي إلى عائلة فنية مشهورة بمدينة مولاي إدريس زرهون وإقليم مكناس، بل وباقي ربوع المغرب، وذلك لأن جده لوالده أحمد ميمون كان متشجعا بالمقامات الصوفية مديحا وسماعا وذكرا وتعبدا، أما جده لأمه إدريس زموري فكان مولعا بالموسيقى الأندلسية الأصيلة، وكان يتميز بذاكرة قوية، حيث كان من حفاظ الأزليات وحكايات شعبية متنوعة، علاوة على كونه كان ماهرا في صناعة نواعر نقل الماء بطرق تقليدية بمنطقة زرهون. يعني هذه المقدمة راها طويلة جدا، وهي كلها تصب في الأسرة وفي العائلة ديال السي علال ميمون، ودرت معاه واحد المجموعة ديال اللقاءات، وأنا كنسولو هو كيجاوبني باش توصلنا لهاد المقدمة اللي هي اللي كتعطينا فكرة على الأقل واضحة على أن المسيرة ديال السي علال ميمون ما جاتش من فراغ، بل جاءت من واحد الوسط فني عريق، وأن هاد الأسرة هادي عندها واحد الأيادي كبيرة جدا على مدينة مولاي إدريس زرهون ومكناس وعلى المغرب. باش ما نطولش عليكم، الديوان إن شاء الله من بعد راه غيكون في المتناول، ونتمناو على الله أن السي علال يكون قدوة لهذه الأجيال القادمة، وشكرا. شكرا للأستاذ جمال عبد المرزوقي، وكما قلنا ورد البحر بستة مازال كيبحثوا، خلينا في مولاي إدريس وما غنخرجوش من مولاي إدريس، لأن إلا غادرنا مولاي إدريس راه ما غنرجعو لا جاي، إلا جينا لمكناس راه حنا جينا، وهادو ولاد البحر غادي يوقعو لهم شي مشاكل، ولكن غادي يتحداو، شكون اللي غادي يخليهم يتحداو؟ هو روح فينا كاملين، روح المواطنة، روح بنا يرقى الوطن، روح الله الوطن الملك، روح اللي كتسري في قلب وعقل كل واحد فينا. رد الكلام ونخلي السي ميمون والأستاذ العازف على آلة الأورج تسيقات على تسيقة حرة لأول مرة كيحضروا معنا جمعية الرشاد، فنخليهم يعطيونا الوصلة ديال مولاي إدريس.